بيكم في الموسم الثالث من برنامج ملوك الاكل الشعبي. ملوك الاكل الشعبي السنه دي على عربيه، عشان كده النهارده احنا عند فتوته في مصر الجديده. يلا بينا نشوف بيعمل ايه وبيعمله ازاي. هي مش عربيه، هو شارع الصخور. يعني احنا اول ما عملناها احنا عملنا كونسبت ده شارع سحور، يعني مش عربيه فول. يعني شويه لما نروح عند الكيتشن هتاخدي بالك ان الكيتشن مش له علاقه بعربيه فول خالص. اوكي، يعني حتى الكيتشن اللي عندي فيه يعني في طبعا فول، في البيض، بطاطس، جبن، جبنه طماطم، الحاجات دي. ده الكيتشن بتاعي. عندي الكيتشن اللي جنبه ده بتاع الديزرت، عندنا بليله بكل الحاجات تتخيليها. وباي ذا واي ده اللي شغال طول السنه. يعني بيت فول؟ عشان كده بقول لك بقى اهو الكونسبت مش كونسبت عربي فول خالص. ايه بقى بادئين من امتى؟ بداتوا ازاي؟ احنا ابتدينا فتوته من تالت سنه الفتوته. احنا مجموعة صحاب مع بعض، بس احنا كانت الميزة عندنا ان احنا اللي بنسيرف على الترابيزات كلها. يعني احنا حد مننا اللي بيعمل اكل، واحنا اللي بنسيرف على الترابيزة، احنا بننزل الاوردر، احنا بنشيل الاوردر. فهي الناس حبت الحتة دي فينا، ان هم شايفين ناس زيهم او شبههم هم اللي واقفين بيسيرفوا، مش مفيش بقى الناس اللي بتجعر وبتزع والحاجات دي. ابتدى المكان يزيد، ابتدت الناس تكتر، فابتدينا ان احنا محتاجين مكان اكبر. فما كانش ينفع كنا نعمل زحمة كبيرة قوي بره، فدخلنا الشارع دوت وسمينا شارع الصخور. في حاجات باي ذا واي معموله عندنا في البيوت، كان بيعملها اهالينا بيعملوها لنا في البيت. الجبن اللي بتعمل في البيت، جبنه الطماطم، الحاجات دي بتعمل في البيت. مفيش حد من الكيتشن بيعملها يعني. البليله بتعمل في البيت، الكنافه بتتعمل في البيت. الفول والبيض طبعا بيتجابوا جاهزين كده كده، مش هينفع اقول لك بنعمله في البيت هبقى كداب، فمش هينفع. بس فالحاجات انت بتاكليها او انت بتدويها كانك قاعده بتاكلي في البيت. الشهر فتوته اكتر، الاتموسفير بتاعه والجو بتاعه قعدته. انا دلوقتي لو هتصحى رهيب، تنصحني بايه؟ قول لي كده ميزه لطيفه انا هاكل. السبيشلز بتاعت فتوته كلها، يعني فول فتوته، البيض فتوته، البطاطس فتوته، جبنه فتوته، السبيشلز بتاعت فتوته كلها. والديزرتس طبعا. اشمعنى؟ ليه؟ بتعملوا ايه فتوته؟ لا ده السبيشلز دي، لا مفيش حد عنده ريستورنت او بيشتغل في اكل بيعمل حاجه سبيشال يقول لك سرها. حمستني انا عايز اكل كل الحاجات. هخليك كل تاكليهم كلهم ما تقلقيش. ربنا يستر. بتفكروا انك تروحوا مكان تاني غير هنا؟ احنا كنا بنفكر السنه اللي فاتت نفتح فرع تاني، بس احنا عملنا له ديلاي شويه عشان لما نفتحه بنفس الباور بتاع دي. بتفكروا فين؟ يعني جنب تاني، زمالك، دقي، مهندسين، الحته التانيه، يعني الناحيه التانيه، عشان احنا الناس اللي ساكنه في اكتوبر وفي المعادي وفي الحاجات دي هم بيجوا لنا وبيبقوا عايزين يجوا لنا كتير، بس هو مش شرط تقيل عليه بصراحه. النهارده احنا كنا عند فتوته، استنونا في حلقه جديده ومكان جديد واكله جديده.